دقيقتين وتتحدى وتسأل، لا تصعد وتسأل. ما أنت تجاوب سلام أول مرة على عليكم. السؤال جمع القرآن دليل على التحريف لو لا، هذا السؤال. احنا ديننا بالفطرة حبيبي. يا حبيبي يا طاش حبيبي ما الله طاش، يرضى عليك. يا المشكلة لما يطلع واحد مش حافظ كلمتين، هذا مش عارف كيف بدي أناقشه. لك مو ضروري يعني زي نحفظ، مو طاش ما ضروري طاش، أنا نحفظ. متأكد مش حافظ سورتين قرآن، أنا متأكد. اهوي هذا اللي مضايقكم، والله العظيم هذا اللي مضايقكم. هذا قسم يروح ناقشه، مش يسمع عارف كيف يا أناقشه حبيبي، بصراحة. خليك يعني موضوعي وما نكون متضايقين، خليك موضوعي. صح، انتم راكم والله حابين تناقشوا بالعلم. انت يا امون حاب تناقش بالعلم، السلام عليكم. امون حاب تناقش وعليكم بالعلم. السلام. السلام هلا عليكم. رحب. أنا أولا أمازيغي مغربي من خلفية إسلامية. تمام. ثم جوابي لهؤلاء المرضى والمعتوهين فكريا وعقليا الذين يقولون لماذا فقط تنتقدون الإسلام؟ وهل ماها تفضل. وهؤلاء حقيقة لا يفهمون بأن الإسلام يزدري ويلعن ويحتقر ويكفر كل البشرية، لأنه ما بتسترجوا تنتقدوا المسيحي، ما بتسترجوا، بتخافوا. ويوهينوا. احنا ما تهمنا المسيحية لك واليهودية، بتخافوا، احنا والله مشكلتنا، بتخافوا. احنا مشكلتنا مع الإسلام، مشكلتنا مع انتوا الإسلام. الإسلام يهين المرأة، يحتقر الطفل، يقوم بشتم الباقي. ثانيا نفس القرآن يقول ومن ابتغى غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو مع الخاسرين، ويقول إن الدين عند الله الإسلام. ونحن ما تهمنا باقي الأديان، ما دام إله القرآن يقول إن الدين عند ما الله الإسلام، فيش، ما تهمنا المسيحية ولا خلاص اليهودية. صح، خليني نناقشوك. صح، تالي ما فيش، اصبر واحدة واحدة. ما فيش أديان، ما فيش أديان، في دين واحد. أنت قرأت قلت أي دين؟ قال الله. اصبر يا أخي، دير ميوت. كنت أنا، أنت راك مغربي وأنا مغربي، دير ميوت. دير أنت من المغرب الأقصى وأنا من المغرب الأوسط، دير ميوت ونجاوبك بالواحدة واحدة. صح، خلي النقاش علمي لكن يا أنا أخي، حاب النقاش علمي. اصبر ما به، ما تروحش هكذا، تروح الأفكار بالواحدة، نتناقشوا بالواحدة. إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الإسلام منذ نزول آدم عليه السلام هو الإسلام. وهل أصبر وهل وهل أصبر أبو علاك وهل أبو محمد ما تصبرش وأم يا علاه، محمد ما متى على تصبرش الإسلام؟ يا علاه، ما تصبرش يا أخي، وهل تحوس أبو على الواحد محمد الآن وعم محمد يا وأم أخي. محمد تحوس متى على علي يا أخي، الإسلام؟ راك تحوس على النقاش يا العلمي. أخي، يا هيا أخي حاب أترك، نقاش يا علمي. أخي اصبر أترك من الخرافات يا أخي، راك حاب والأساطير، أترك نقاش من علمي يا أخي، راك أي حاب نقاش نقاش علمي. علمي؟ أي يسمع، نقاش علمي؟ دير أي ميوت، نقاش علمي؟ العلم دير لا ميوت، يؤمن لا بآدم ولا بجنة ولا ولا بهم يحزنون. ما دير أي ميوت، علم، دير أي علم ميوت، تناقش أنت؟ دير ميوت، دير ميوت ونكمل. صح، وأنت من إن تعمل الدين، ميوت حتى أتمم فكرتي. اصبر يا أخي، راك هدرت، نهضروا بالواحدة يعني واحدة. لم أتكلم، فقد شفت، بدأت انت الكلام راك خايف وقاطعتني. تسمع لانك عارف باللي اللي راح أحترم نقوله حتى هو أتمم الصح. فكرتي، انت أحترم. اللي احتر، بيخافوا يناقشوك أنت بالعلم. أنت خاف، تتكلم، شفته أنت وخاف، لانه تتكلم على من باله علم، باللي أي راح علم؟ نكلمه أي بالعلم. علم؟ هاي ما هاي عرفت يقول الكلمة، علم؟ شوش هاو العلم، يشوش، هاو العلم يشوش. يكذب كل خرافات الأديان. أي علوم تتكلم أنت؟ أي طريقة من العلوم؟ العلوم تكذب وتعري كل الأديان، أي علم؟ خلاص كملت. المهم، إن الدين عند الله الإسلام. أما طيب اثبت لي هالكلام هلا أما بلا ما تجر هالسلافه هاي تحكي أصبر لي صح، تسكت. هاو اثبت انه دين الدين خليني العالم كله نجاوبك، اسلام. خليني نثبت خلوه لك، يجاوبك كل شيء. اثبت لي نثبت له، يلا بلا اسمعوا. هالسرد، بلا هالسرد، سبحان يلا الله، اثبت اثبت، يصبر، لا ترمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلوه أعوذ يتكلم، بالله من الشيطان الرجيم. تكلم. المهم، الكتب السماوية هي تشاريع، هي تشاريع، تشاريع لليهود. التوراة جاء كتشريع لليهود، الإنجيل جاء كتشريع للنصارى، القرآن جاء كتشريع للأمة كافة. نعم، لأن الدين، أصبر، أمة كافة. لأن ومن الدين، هذا اللي أصبر وكتاب حبيبي، مليء لا حول بالمغالطات المسيحية، والتنمرات ليش أصبر نكمل والأخطاء لكم بعد إثباتي ومليء الأخطاء. بالكراهية والتحقير والشتم يصبر واللعن يصبر والتحقير. نكمل لكم وتقول بعد كتاب، آخر كتاب، أي يهدر كتاب أكتر. هذا؟ يلا آخر بينا، كتاب ومليء بالتناقضات والأخطاء العلمية خلني والتاريخية نكمل ومن بعد وبالتناقض. بعضيني أترك لي، أترك، يا أخي، أفتح راك لي تحوس. المجال أو لا؟ هي ما تنحليش الهدرة من فمي ومن بعد تقول أنت لي تتكلم طول اتركني. الوقت، تتكلم طول المهم، الوقت، أترك لي أتكلم.
أن أرد عليك. القرآن جاء تشريع أي للأمة تشريع جاء كاملة، القرآن؟ لأن القرآن الدين صناعة بشرية الإسلام، كتبه لأن الدين، أغبياء. هكذا أنت تهدر وأنا نهدر، أنت يا لا مستحيل تقعد تسمع. بالكلام، لا تغلط يا سبحان أخي، الله. خليك محترم بكلامك. أنت اللي عم بتقول القرآن كتبه أغبياء، خليك محترم عشان العالم تحترمك. بس إيه هو أقول أكررها، إيه هذا راه، كتبه سذج هذا يأمن وأغبياء، أنه هو أصل خنزير سذج وغرب. وأغبياء. هو خلينا نحكي هو عن هذا غير القرآن، المعقول. أنت آخر غادي كتاب تأمن أنه أن أصلك هذه قارد، كتاب كله، تأمن أنك أصلك كتاب قارد. كله شتم ولعن وتحقير. ما داروا يا قارد، أنت صناعة تأمن، بشرية؟ أنت راك مأمن أنه أصلك قارد، لذلك راك تنبح لا لا مثل لا لا، القرد. أنت لا تفهم نظرية التطور عند داروين، أنت لا تفهم نظرية التطور، وهذا هو حقكم. لا تفهم، أنت لم تقرأ لداروين ولا تأمن، عمل التطور داروين. لأن الله مسخ أنت فقط، جدك في أنت السبت، فقط برمجوك لأن الله وشحنوك مسخ. بأن أنت الإنسان اللي برمج راك كيف كلب، وتردد كالببغاء بدون فعل. أمون أمون اسمح لي، تنبح، أمون ما أمون تقدرش تسمع، اسمح اخويا لي، ينبح أمون ما اسمح حداش لي. يسمع. يوسف يوسف اصمت شوي، اصمت شوي، خلينا نحكي. مش الدد، أنا بدي أسألك، القرآن جاء من عند الله؟ طبعا طيب نعم، أنا راح أعطيك مسألة وردت في القرآن. تفضل. أب لديه 1200 مليون دولار، مات شخص لديه 1200 مليون، مات على 3 بنات وامرأة وأب وأم، وزع لي الإرث بحسب القرآن الصحيح اللي نازل من عند الله. يلا هات لشوف. وزع له اياهم اخي يوسف، وزع له اياهم. وزع لشوف، كيف وزع اذا كيف بيطلع كيف معك شيء. كيف كيف؟ عاود سؤال. ايه سؤال، صحة القرآن اذا القرآن مخربط شلون عاود تقول يجي سؤال، من عند الله؟ هات عاود لشوف، سؤال، حل لي عاود سؤال هالمسألة، حل لي اياها. يلا اخي السؤال، عاود مليون دولار، انا هقول لك يا اخي يوسف. مليون و200 مشان سورة الحساب. طيب ماشي، مليون و200 الف دولار 1200 لشخص، اعتبر 1200 شخص ظل معه، الرقم، مليون و200 عنده ألف ثلاث دولار. بنات وعنده زوجة وعنده أب وأم. والله ما بعرف، يلا هات لشوف. يعني عم كل تطرح واحد يدي حقه، هذيك المواريث، علم هذا المواريث، حسب القرآن علم والشرع اللي المواريث، نازل كل من عند واحد الله. حلها هذيك علم يلا، المواريث عند علماء تاع أعطيه خمس المواريث. دقائق يفكر اعرف، فيها، اقرأ على خليه يكتم نفسك، خمس فكرتني انا راح دقائق. اسكت هذيك واعطيك عند وقت. علم يلا المواريث، هذيك علماء المواريث، راه كل واحد ايه عنده المواريث الاختصاص اللي تاعه. وردت في القرآن اللي من عند ايه الله. علم، يلا هذاك راه علم المواريث، عندنا علماء اخ يوسف ما متخصصين. تجاوبه على طول، خذ 5 دقائق فكر في الجواب قبل ما تجاوبه. لا ايه لا ما على فكرش، انا يلا مانيش قاري علم المواريث. كاين اهل اختصاص في اخبار يا كاين اهل اختصاص في المواريث، والحمد لله من يوم ما في اختصاص. هذا كلام من قرآن حبيبي. انت 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 حتى اذا بتروح على قاضي، انت اذا بتعمل هلا مشكله بتروح على قاضي، مو دغري بيحكم عليك. لا يا حبيبي، اجباري واضحه اجباري. واضحه انت عم واضحه تسأل بالقران، سؤال الايه واضحه. الاب انت والام قد ايش ياخذوا؟ الاب والله والام يا قد ايش ياخذوا؟ والله يا السدس صديقي، والله يا صديقي، هؤلاء لا يقرؤون القران فقط كالببغاوات، يقرؤون ويرددون بدون فهم، يا ولا اخي يقرؤون الحمد حتى لله. تفاسير القران اقولها صراحه، انا اقولها وقرات وقرات، واقولها مغيبين مغيبين والله الحشيش، مغيبين هذا حشيش الدين، والله مغيبين، وقد تبرمجوا وشحنوا منذ ولادتهم، منذ ولادتهم على هذه الخرافات والاساطير، وهم يرددون بدون اشتغال عقولهم. يلا انت وياه حلوا لنا اياها، خذوا وقتكم، شوف معلش شوف ورجعوا كم. اسمع اسمع ما اسمع، انا انا اطرح، انا انا فقط اطرح عليه سؤال، فقط فقط اطرح عليه سؤال. لك يا اخي والله، كيف بده يثبت لك اذا ما انك مقتنع؟ بس بدي افهم كيف بده يثبت لك الواحد اذا ما انك مقتنع. انت ما يا اخي شو بدي بالقناعه؟ هلا حل لي المساله، انا بقتنع بالقناعة. اذا صحيحه مقتنع بانه من عند الله. اذا انا لو كان كتابي عند الله سيكون كتاب مليء بالاخلاق وبالقيم وبالمحبه وليس اعوذ بالله من الشيطان، ولكن كتاب الرجيم. بسم كتاب الله مليء، الرحمن كتاب الرحيم. مليء بالشتم الله والنعل، لا كتاب اله مليء، الا هو الحي كتاب. القيوم، اسمع لا اسمع اسمع، تاخذه هذا لا سنة ولا تشاهد، نوم، حل المساله، له ما في السماوات والارض، يلا حبيبي يلا، من ذا الذي يشفع اسمعني عنده الا يلا يا حبيبي يعلم. هذه 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 هي طريقتهم فقط، هذه هي طريقتهم فقط، هذه هي طريقتهم. لا لا يملكون حجج ولا دلائل ولا براهين، لا يملكون حجج ولا دلائل ولا براهين، فقط فقط طريقتهم الشتم واللعن والتحقير والعنف. اقول لو كان كتابي عند الله، لا كان كتاب مليء بالمحبه والتسامح والتعايش والقيم، لكنه من قرأ هذا الكتاب وفهمه
يجد كتاب مليء بالتناقضات والمغالطات والأخطاء والتكرار و و و وبالشتم واللعن والتحقير والكراهية والتكفير و و و أي كتاب هذا إلا إذا كان الكتاب إذا هذا الكتاب لإله مريض ومعتوه مثل أمراضهم الفكرية والثقافية والمعرفية فقط. يعني إنسان يقرأ القرآن ويجد مثلا سورة في سورة القلم وعتل بعد ذلك زنيم، يعني يقوم بشتم الوليد بن المغيرة ويقولون أنت زنيم، يعني ابن زينة ابن الشرموطة، أي إله هذا؟ أي إله؟ وعندما يقول لباقي البشر يعني وإنما المشركين النجس وكشرين أنعام والدواب وأحفاد القدر، أي إله سيقول هذا؟ هذا كلام بشري لسدج أغبياء وبلطجيين فقط. اتركه يتكلم. الشباب عندي سؤال، هسه رب العالمين قالنا عن آدم وحواء وأولادهم، وليش ما عملنا شجرة عائلة إلهم ليومنا هذا الحاضر؟ يعني بس قالنا عن أكم من جملة عنهم وما أعطانا كيف صاروا وكيف تواجدوا وكيف الصينيين طلعوا منهم وكيف السمر طلعوا منهم وكيف الهنود الحمر طلعوا من آدم وحواء. ما أعطانا التفاصيل هذه كيف صارت يا صديقي. القصص الدينية التي نقلتها التوراة من الحضارة البابلية والأشورية كلها قصص سومرية، قصة الخلق وقصة الطوفان وقصة آدم وقصة جنة عدن، وكلها قصص رمزية ولم توقع في التاريخ. أخذ اليهود من الحضارة السومرية والآشورية والأكادية والبابلية وبنوا عليها دينهم، وجاءت المسيحية ونقلت من اليهود، والإسلام نفس الشكل هو الابن الشرعي اليهودية والمسيحية، لا شيء، رغم أن الإسلام نقل ونقل كل شيء بالخطأ. المانوية وأخذت الزرداد الشيعي المسيحي. تماماً. كلها قصص طشاش. يعني أنا بدي إياهم المستمعين اللي بيسمعوا لنا بالبث روحوا ابحثوا أنتم بنفسكم، شوفوا الكلام اللي بنتكلم فيه إنه كله كلام مضبوط 100%، مو كلام منطلعه من جيابنا، احنا ما في واحد بيتكلم من افكاره بس هيك من شغلات طشاش. اذا مو على دراسه ما بنتكلم. يا صديقي مشكلة المسلمين انهم لا يقرؤون، وحتى لو قرأوا يقرأوا القرآن ولا فهمونه ولا فهموا تفاسيره ولا سياق تاريخه ولا ولا ولا. هؤلاء قلت من قبل كانهم ببغاوات لا يفهمون، فقط يرددون بدون فهم. طيب معك 100%. أنا سوري عربي بس أكمل كلمة، أنا معك 100%. أنا ما بحث أي مسلم يصير ملحد، أنا بحث كل مسلم يروح يقرأ قرآنه وحديثه يدرس دينه مزبوط. إذا بدرس الدين حيهرب منه أسرع من ما تتصور، مثل ما صار فيه وباقي الأخوان الموجودين. كل ما تعمقت في الدين كل ما شفت الخرافات والهبل اللي في الدين. إشي مش بس والمسيحية واليهودية كلها زبالة، أفكار خاطئة مسيئة للمجتمع، مش مو استعمار للعقل، استعمار للمبدأ، استعمار لجسمك أنت، مبدأ كلياته استعمار من الدين، مستعمر أنت. يعني فكر فيها والله يا صديقي، فتح مخك. صح والله، لو حتى كان القرآن كتاب إلهي لكن هذا الإله ما دامت له قدرة وقوة وعظمة وعلم وخبرة لأرسله مكتوبا ومنقطا ومشكلا ومحرفا ومهمزا، وأرسله لكل البشرية وبجميع اللغات واللهجات وإلى دماغ وعقل كل إنسان، ها؟ بدل مرقعين وتأويل وناسخ ومنسوخ ممكن من المفروض، يعني من المفروض من المنطقي. بس نطلع واحد اسمها مريم، واحد ينزل لجماعة الخير نطلع مريم. انا مش عارف، يلا بس انا بنزل، نزلني انا بنزل، نزلني عربي بتحب تنزلني ناجل. انا بس راح احكي كلمتين عشان طيب بقدر اكمل كلمتين بس. لا لحظه شوي ماستر، لحظه. هلا شوف، العرب قبل الاسلام اخذوا المعلقات، الناس تقولوا السبعه، ناس يقولوا العشره، حبيبي لايف حبيبي، وكتبوها وعلقوها على جدار الكعبه، معناته كان في كتابة، وكان الشيء
جميل يحفظ ويحافظ عليه. لو كانت هذه الآيات عندها التقديس الكامل كانت جمعت بهدوء وبترتيب وبتنظيم ووضبت ووضعت في كتاب. إذا الشعر حفظوا العرب فما بالك إذا كان كتاب من عند الله؟ فمعناه كان في فوضى وكان في عدم إحساس بقدسية هالكتاب. وشكرا جزيلا شباب. اتواز ديوانية ديوانية زي ديوانية قصص جحا، هذه كلياتها كل القصص هذه قصص يعني كانوا يستمعوا لها ويحاول يعمل منها قرآن ويعمل منها دين إلهي. لا هو دين إلهي ولا إيش، لو إنه دين إلهي كان نزل مثل ما قال أخوي على صفائح من بولاد ولا صفائح من ذهب ولا من ألماز ولا من حجر ولا من صخر ولا من صوان ولا جرانيت اللي ما تنتهي ظلها موجودة وكل العالم تشوفها. لا هو نزلهن بمحفورات ولا منحوتات ولا مكتوبات على أي كتاب أو أي مانوال اللي نرجع لها. والكلام كلياته بس عشان إيش؟ الإله فقير جدا تظلك تتزكي وتتبرع له أموال. شو هالإله هذا اللي ما بيقدر يوفر هو المال لنفسه لبيته للمساجد أو للكنائس؟ أو ليش هو بده مصاري نتبرع له كل شهر وإحنا بدنا نقوم في أهالينا وأطفالنا ولا نقوم فيه هو وشيوخه؟ شو لنا دخل في شيوخه فيه؟ شحاد أختي شحاد، كله نصب واحتيال على الأمم. لقوها طريقة سهيلة. ثواني خلينا ناخذ مريم. أنا بدي أقول لك حكاية فؤاد ولا نو؟ أنا عم أقول رح أنزل بس حكون معكم. يا أهلا وسهلا فؤاد. بس دقيقة يا عمر شكل المايكات يا جماعة الخير. بس ثواني. يا مريم لو سمحتي قربي على المايك، صوتك مش بعيد كثير، قربي على المايك لو سمحتي. ليش الله ساكن مع الشياطين ببيته؟ ليش انتو بتقتلوا الشياطين؟ عندكم 1400 سنة تضربوا في الشياطين بالفلوت وما ماتوا، انت راح يموتوا الشياطين هذو، وليش الله ما قتلهمش؟ يعني الله ضعيف بخليكم انتم تروحوا من كل البلدان عشان تقتلوهم؟ لا نحن خلقين عشان الله يجربنا، وخلق الشيطان لحتى يجرب فينا. ليش الصوت؟ انا بدي اجاوبك. تفضل. خلنا جاوبها. رب العالمين القادر القدير اللي خلق الكون كلياته هذا بقدرته بكبسه واحد يفعص الشيطان زي الصرصور ويخلصنا منه. بس اذا بروح الشيطان كان اقوى. دقيقة خلينا اكمل لك. الاله ما بده يقضي على الشيطان، لانه اذا قضى على الشيطان ببطل فيه خطيئة، ببطل فيه ناس يحتكروا ناس، بصير سلام على الأرض، كل العالم بصيروا كويسين مع بعض. هو لازم احنا نهرب بعضنا عشان الله يرتاح نفسه. بالضبط. فبصير ايش هيك؟ دقيقة اخوي، دقيقة اصبر. فالإله بخلي الشيطان عشان يصير في خطايا ويصير دنيا وآخرة وجنة ونار. إذا ما في شيطان ما بلزم ليوم الحساب، ما بلزم للجنة والنار، فما بلزم للإله. الإله ما بزبط إلا مع الشيطان، هو والشيطان واحد. فإذا منشيل الشيطان الإله ماله قيمة. تفضل يا أخوان. خلينا ناخذ بس دقيقة يا جماعة، ناخذ ياسمين. ثواني يا جماعة الخير، ثواني شكل المايكات لو سمحت. ياسمين تفضلي. أهلين. أنا بس بدي أنزل، دايما بيطلعوا بيسبوا على الملحد العربي وبيقتلوه بس ما حدا بيحكي كلمة حق. أنا بس بدي أشكرك عربي، بتفتح عقول ناس كتيرة، مضحي بوقتك بالوقت. هن بيقولوا التايم از ماني، يعني الوقت كمان هو مصاري، بحريتك الشخصية، بأفكارك، بتقرأ، بتجرب، تساعد الكل، تعمم الفكرة كله من منطلق إنساني. أنا بس بدك أقول لك شكرا وكيف أبدأ بالورك. أوكي. يلا. هدفنا كل واحد. شرف فيكم كلكم يا جماعة. أنا. يا أهلا وسهلا نور. بالضبط عربي، علمتني أنت شغلات كثير عن الدين
وثقفتني وفتحت عيوني بالضبط. مشكور كثير اخوي، انت مثقف جدا وعالم كبير، يعني انا بالنسبه لي انا معجب فيك جدا. عايش في محل عربي يعني بخاطر في حياته، بعرفش اذا هو كمان بالوطن العربي برا الوطن العربي وين ما يكون. اختي وين ما يكون هو مخاطر، وخاطر وين ما يكون هو بخاطر، بخاطر بحياته بوقته حبيبي ده ما صار يسعدك يا ثقافته. كثير احنا مشكورين لك. انا بطلع مرات بسب وبقاتل عليك، بس كلمه الحق لازم تنحكى. يعني انت بتوعي كثير وبتساعد كثير، واحنا ممنونين لك كثير. شكرا كثير حبايبي، ولا يهمك في صدق، اهلا وسهلا فيك. احنا هدفنا كلنا واحد، يعني هدفنا انه ايش؟ حرام اوطاننا يعني بكفيها تكرر 1450 سنه نفس التكرار، نفس الكلام، نفس يعني حياه الاجداد بنكررها في حياتنا الان. ما قاله الاجداد نسك لصق، حياتنا لون واحد ابيض واسود، ما في عنا تجديد، ما في عنا تغيير، ما في عنا ثقافة. احنا ناس منقرضين من 1450 سنة، احتل عقولنا وما زال هذا الاحتلال ساري الى الان. هدفنا هو التوعية لا اكثر ولا اقل، مش هدفنا انه نسقط الدين ولا نهدم الدين ولا نخلي الدين هذا في الحضيض او في القاع او لا. احنا هدفنا انه نرتقي في شعوبنا ونرتقي في الناس ونرتقي في افكارنا، لان افكارنا صارت افكار منقرضة، افكار ميتة، افكار بطلت تجيب اي شيء جديد. يعني انت اليوم الهك هذا ما بتستفيد منه، لانه الهك بطل يشفيك، الهك بطل يكسيك، الهك بطل يشبعك اذا انت جائع، الهك بطل ينقذ أرضك إذا أرضك بور إذا ما في مطر. إذا إلهك بطل يمنع الوباء، إذا إلهك أصبح غير موجود، مش موجود إلا أنت اختلقت هذا الإله على صورتك، على تفكيرك، على ضعفك. لهيك إحنا بحكي أنا لكل ملحد ولكل إنسان عنده أي فكرة أي كلمة بيقدر يطلع يحكيها، يسوي فيديوهات، ينشر، يسوي. حرام نظن أبنائنا في المستقبل يعيشوا نفس اللي إحنا عشناه، حرام نظن نحمل هذا الدين اللي جاء من 1450 سنة. ناس عاشوا في خيام، ناس عاشوا في خيام يكرروا لك حياتك ومأكلك ومشربك ومنامك ولبسك وطريقة حياتك وكيف تعامل مرتك وكيف تعامل أبوك. هاي شغلات كلها من شغلات منتهية وشغلات بطلت تثمر. الثمر الحقيقي انك انت تعيد صياغة هاي الشجرة بحيث انك انت تولد لحالك تفكير، والتفكير يكون ذاتي نابع من داخلك وليس من خارجك. وهذا الإسلام دخيل على عقولنا، دخيل على أفكارنا. وأقول قولي هذا وأستغفر بزبوز، وإن لبزبوز وإن إليه لراجعون. اتفضل يا عمر. طيب بس انت عم تحكي غلط هيك. مش مشكلة يا صديقي، إذا أنا غلط صححنا. عم تحرمنا الجنة وعم تحرمنا الحور وعم تحرمنا كل شيء. دي بقى الحديثة فوتنا عن تبويب الله. نحن كنا صديق رحين على حور العين، رحين على تجي انتك ملو دعاها تنهينا يا بزبط معك. من يومين طلع عبالي فكرة بحب شاركها معكم فيها. فضل. مين بتحكم بجسد الروح او الجسد او الجسد، يعني بتصرفاتها مين هو المفترض يتحكم فيك؟ عم نحكي اذا في روح، يعني انت بيحكوا اخونا اسلام ومسيحي وهيك انه عندهم اعتقاد في روح، المفترض مين يتحكم بتصرفاتك، الروح او الجسد؟ ثاني انا؟ ايه من المفترض يعني الروح، الروح المفترض اذا في روح. المفترض لازم الروح هي تتحكم بالجسد، لانه يعني المفترض الروح هي اللي بتحس، هي اللي بصير عندها الشهوه، هي اللي بصير عندها الوجع، مش الجسد. الجسد يعني بيكون مثل ميكانيك ليمشي هذا الروح. طيب اليوم بس واحد بده يعمل عمليه، يعمل شيء، هو من بنجوه بنجي عمومي، بنجوه جسمه. طيب باثناء هيدا الروح ليه بتوجع؟ وين بتكون؟ شو بصير؟ يعني هل يعقل انه بشر اقوى من الهه انه يجيب الروح وينيمها ويغيبها عن الدنيا كلها؟ هل يعقل؟ يعني هي مجرد فكره. أخ عمر بعطيك واحدة أحلى منها، أنا بدي أعطيك واحدة أحلى منها. لما واحد يغرق ببركة السباحة ويطلعوه من المية ويكون قلبه واقف وكل شيء واقف، ها ما بفيش نفس، بتجيب بتسمعوا عليه هذا إلا بيعملوا له تنفس اصطناعي، وبتكون روحه يعني راحت اختفت عن الوجود. يعني هي بتكون الروح واقفة فوقيه حاطة باز عبين ما يرد يرجعوا له قلبه يدق، بعدين ترد تدخل، هي ترد ترجع تدخل جواته، ولا كيف بصير الوضع؟ لما بكون ما انت مسلم بيقول لك
انه لا الروح بعدها في بعدها في ساكنه، اما توقف مثلا قلبه بس الروح بعده، انه ما له عمر بعد ما مات ما اجى عمره، والله خلق سخر له هالفكره اجى دقوا له على قلبه قرف الصناعي انه بعده ما ترمو يموت، يعني بعده ربنا ما كتب له انه ما في روح يا اخي، ما في روح انقطاع الدوره. طيب ليش ربنا ما يشغله، ربنا ما يكبس من عنده يشغله مره ثانيه؟ لا خي ليش يعني هل لخبطه فيش روح بالموضوع بالمره؟ كله كذب بكذب يا اخوان، اللي بتسمعوا اسمعونا فكروا بالحكي اللي بنحكيه. تمام، خلينا ناخذ مالك الاردني. مالك الاردني تفضل. هلا مالك، جوك حبيبي يا ماستر، بس لو تعذروني انا مشغول شويه وبكون معكم. معلش معلش. طب خلينا ناخذ محمد. محمد العوضي. اوكي، وبقدر انزل اذا بدكم تاخذوا حدا ثاني بنزل انا وبرجع. لا لا مش مشكله، مش مشكله. محمد العوضي تفضل. بس دقيقة، ولا إذا أنت مشغول برجع كمان شوية. مالك ما أنك مشغول، خلينا نأخذ من هالمسلمين اللي طالعين. طيب محمد العوضي يفتح المايك. طيب محمد شكرا. إذا بدك مكاني عربي خذ مكاني أي وقت. دقيقة فضول إنه سمحت تك المايك محمد العوضي. لا 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 خليك محمد العوض، اعطينا دليل انه رسول الاسلام امر بجمع القران. اسمعني انا ما فايت اتخانق معك، اسمعني انا ما فايت يا جماعه اتخانق معكم، خلينا نتحدث بس شوي هيك حديث. يعني ليش الواحد اذا بده يطلع يناقشكم بالعقل رديئكم اخلاقكم وبتنزلوه؟ لا يا صديقي، خليه هيك عندك سعر. يا بس لو سمحت يا جماعه الخير، لما خلينا نقول الاسلام. بس ثواني تفضل محمد، انا حاط سؤال بدك تجاوب بنفس النص اللي انا حاطه ولا لا؟ انت بس يطلع عندك واحد مسلم بيجي بتقول له انا حاطط سؤال، بتكون عم تحكي بمواضيع عده. اعتبر. طيب خلينا ناخذ حمزه تفضل. مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ تمام بخير، انت شو اخبارك؟ والله الحمد لله تمام. يا عم بس سؤال، يا اخي تعمل الديمقراطيه ولا لا؟ اكيد مش بنامن، احنا بنعتقد في الديمقراطيه صح. اوكي ان شاء الله انا بقى يعني بامن بالقداحه هاي. انت شو مشكلتك؟ سؤال بس، يعني ان شاء الله بامن بالقداحه هاي. انت شو مشكلتك؟ مشكلتي لما بتفرض القداحه علي. اسمع دقيقه شوي. كل الدول العربيه الاسلاميه بشكل 22 دولة، وفيها كم من دولة ثانيات اليوم، باكستان وكم من دولة. شو هم موضعهم العرب بالكون؟ ولا إشي. فلا تقعدش تحكي لي بتفرض ما بتفرض، ما حد بيفرض. تمام. أنا انت إن شاء الله بآمن بمقص الأظافر بالقداحة. أنا تمام يا حبيبي. طب ماشي، ما هو أنت حر، بس لما الدين هذا يكون أمر شخصي بينك وبين اللي بتعبده، بس لما الدين هذا ينفرض في القانون وفي المدارس وفي التعليم وفي الحياة وفي شهر رمضان وينفرض عليك وبدك تحترم هذا الدين غصبا عنك، معناته الدين صار مضر. يا سيدي لا دقيقة، لما تكون الدولة تابعة لدين معين، أنا حر بدي أفرض. أنا لما أنا ببيتي، أنا لما أكون متجوز عندي أولاد بدي أفرض عليك. ماشي، ما تلوم لي لما اعري لك هاي المقدسات واشلح لك اياها وابين عيوبها واطلع لك اياها ان هذا خطا اللي بتامن فيه واللي بترتي على هاي الشعوب، هذا شيء خطا. انت قاعد بتغفل الشعوب، انت قاعد بتوهم الشعوب. انا غلط. شو مشكلتك؟ انا بامن بالبقره. شو مشكلتك؟ من باب الشفقه، انت بس تكون ماشي حبيبي وتشوف واحد فقير على الارض، ما بيش بتعطيه مصاري او بتحل. لا خلص، زي هذا نزله. خلينا ناخذ فضول تفضل. مساء الخير للجميع. يا هلا، يعافي الاستضافه. هلا ورحب، يعافي قلبك. هلا ومسهلا. بس انا عندي مشاركه بخصوص القران، يعني بس علي صوتك لو سمحت. في صوت، حطوا كتم باقي الاخوان، حطوا كتم عشان يطلع الصوت عالي. اكتموا كلكم، خلي الاخ يتكلم. تفضل يا فضولي، تفضل علي صوتك لو سمحت. ايه تسمعني الان احسن؟ احكي. طيب فالموضوع انه القرآن هل هو محرف ولا لا؟ يعني الناس
المسلمين يشوفون أن القرآن كتاب محفوظ لأنه كلام الله وفيه إعجاز، يعني هذا السر أو يعني دليل لهم أنه الإعجاز هذا خلاص يعني ينقض أي حجة أخرى، دام أنه فيه إعجاز لشيء لا يمكن الإنسان يعني يأتي به. فأنا بأذكر بس آية واحدة فيها إعجاز، يعني ما أدري إذا الناس عارفين عن الإعجاز هذا، لو في أحد بس معاه قرآن يقدر يفتح لي القرآن ويقرأ لي هلايا معي، آية قصيرة جدا، أنا صراحة طالع الحين ما معي قرآن، فهل في أحد ممكن يقرأ لي؟ شيء الآية شيء سورة مريم آية رقم واحد. سورة مريم الآية رقم واحد؟ أيوة دقيقة. يا زلمه اقراها. طيب كيف ها يا عين صاد كها يعص. الله عليك، سبحان الله، يعني شوف الاعجاز هنا. لا الاعجاز هنا انه ترمي اي حروف كذا، يعني تقول ترمي اي حروف وتقول ان هذا كلام الله، طيب، ويؤمن هذا الانسان بيقين ويؤمن وراه شعوب، طيب، والشعوب هذه يعني اجدادها اغتصبوا من ناس جابوا هذا الدين لهم ولسه هم يطلعون ويقتلون نفسهم ويقتلون. فهذا بالنسبة لي إعجاز، إنه في فيروس كذا عقلي دماغي يقدر يسوي هذا الشيء، ما في أي علم اكتشف هذا الشيء. أنا ما سمعت عن الفيروس الإسلامي هذا طالع يعني له كذا جينات معينة ولا اكتشفه العلم ولا أني فاهم. يعني أنا من الحجاز، طيب، أنا من يعني أبي أعتذر للجميع عن منتج أجدادي، المنتج المحلي هذا اللي اسمه الإسلام، طيب، وعن المحمدين ابن عبد الله وابن عبد الوهاب، أبي أعتذر للعالم. المشكلة أن الفيروس هذا لما أروح أنا وأعتذر الناس من حضارة عظيمة زي حضارة المصرية ولا زي الناس اللي في إيران، وأروح أعتذر لهم عن أنه أعتذر لهم عن أجدادي اللي اغتصبوا جداتهم وجابوهم، طيب، يروحون يبغون يقتلوني مو عشان أجدادي اغتصبوا جداتهم، عشان اعتذرت، عشان ما مجدت المغتصبين اللي زي عمرو بن العاص مثلا والعقبة بن نافع، لأني ما مجدتهم عشان مغتصبوا جدات هذول الناس واعتذرت يبغون يقتلوني. فهذا الشيء يعني مرض يعني عقلي، يأثر على المنطق، يأثر على مصدر المعرفة، يأثر على الأخلاق، يأثر على التشريع، يعني شيء أنا أشوف هذا إعجاز، يعني أن هذا الشيء ممكن يحصل إعجاز. وطولت صراحة، فأعطيكم يعني حبيبي فضولي. هلا فضولي، هلا، اوكي، هلا بك، جميل افكارك. حلو كثير. حبيبي وليد جاسم، تفضل يا صديقنا، اعطينا دليل هل رسول الاسلام امر بجمع القران؟ تحياتي لكم جميعا. تحياتنا لك. هلا انت سؤالك سؤال معين تريد عليه جواب فقط ولا سؤال؟ لا بنناقش، بس انا يعني نبلش في السؤال. لا شوف، إذا تريد سؤال عن جمع القرآن مش أنا أجابك عليه، وإذا تريد دليل على وجود الله وأنك تنفي وجود الله هذا بحث ثاني، مش أنا عارف أحكي معك. تمام، أنا حاط عن جمع القرآن، أعطينا دليل إنه رسول الإسلام أمر بجمع القرآن. جمع القرآن، شوف، القرآن ما جمع إلا على دور سيدنا أبي بكر، وجمع قرآن واحد فقط لأنه توسعت الدولة الإسلامية وتوسعت وكبرت الرقعة، فصارت يعني ما عاد تتصل، والحفاظ ماتوا بمعركة اليمامة بحروب الردة، فماتوا الحفاظ، كان القرآن محفوظ على قلوب الرجال، فماتت الرجال، فخافوا الصحابة انه يموتون الحفاظ فيختفي القرآن، يروح يعني ما حد يحفظه، فجمعوه بكتاب واحد، وعلى دور سيدنا عثمان جمعوه على 4 كتب ووزعوها على الشام ومصر ورقاع الدولة الإسلامية. فهمت علي؟ وإذا أنت شفت أقول لك يا أخي اسمع، تقول لك دقيقة بس ثواني، برضو لحد الحين أنت حكيت كلام فيما بعد، لكن برضو نفس السؤال، هل رسول الإسلام أمر بجمع القرآن؟
ما امر، لانه على دور الرسول صلى خلاص الله عليه وسلم ما كان في حروب رده. افهم خلاص علي؟ خلاص بس بس إذا يا ايه جماعة الخير، أنت الحين بدك تعطينا شو الدليل إنه هذا القرآن من رسول الإسلام؟ بدك الدليل انه على ان القران من الاسلام، من رب العالمين قصدك؟ لا 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 لا، إذا أنت الرسول الإسلام ما أمر بجمع القرآن، أعطينا دليل إنه هذا القرآن جاء من رسول الإسلام. يا أخي، القرآن السلام عليكم. القرآن بس هلا هلا بس يا أحكي كلمة يا أخي، بس خليني أكمل لك. القرآن على دور الرسول كان في حفاظ يحفظون القرآن على قلوبهم، لذلك ما كان في خوف على ضياع القرآن. فلما صارت الحروب وماتت الحفاظ يعني استشهدوا، فالصحابة اجتهدوا اجتهاد شخصي انه نجمع الكتاب مشان يعني يروح على رقاع الإسلام. يعني كان في العراق ما كان في حفاظ، كان في مصر ما كان في، أقباط مصر نص أسلمت، عندك في الشام الروم أسلمت. يعني لهذا السبب أنت، هذا مو دليلك، دليلك أنت تعال يا القرآن. هلأ صديقي يا هيو صديقي ما القرآن هو بين أيديك. رسولك يا صديقي، انت بترسل، واحنا بنحكي سؤال واضح. كيف انت مثلا، انا ما امرك تعمل شيء وانت تروح تعمله، معناته انت بتخالفني. رسول الاسلام ما امر بجمع القرآن نهائيا، يا فاهم أخي كيف؟ أنت، طب وكمان هلا سؤال، ابو بكر، عمر بن الخطاب لما جاء على ابو بكر حكى له يعني القتل استحار في اهل اليمامة وفي حروب الردة، وامر زيد بن ثابت بانه يجي، وزيد بن ثابت حكى انه يعني حملتوني حمل اثقل من جبل، لو كان جبل علي اخف. هانا نعم السؤال نعم وين كالتالي، صدقت من صدقت ابو بكر، بس ثواني يا صاح، ابو بكر شو حكى؟ حكى كالتالي، انه كيف نجمع شيء لم يامر به رسول الاسلام؟ يعني هذا اكبر دليل على انك انت ماسك قران حاليا. هذا القران فيه مشاكل، انت لانه لو قصدك انه امر يعني اليوم تمام، انا رسول معك. الاسلام يا صديقي، عندك اضطراب موت رسول الاسلام، شو حكى؟ حكى جمله، ائتوني بكتاب اكتبه لكم لكي لا تضلوا من بعدي، ما حكاش اجمع القران. فهذا اكبر دليل انه في خلل في الروايه، انه هذا مستحيل يكون الكتاب من عند رسول الاسلام. انك انت حامل القران ما في طيب عليه بس دليل ولا بينه ممكن سؤال؟ انه جاء من رسول الاسلام. تفضل. هلا القرآن قبل الجمع شلون كان موجود؟ هذا الدور عليك، انت بتعرف انه آه، هذا كان موجود. القرآن بس دقيقة، لأنه إحنا حسب ما بنعرف، أنا بالنسبة لي مثلا من كتاب الوحي في اثنين ارتدوا عن الإسلام، من ضمنهم عبد الله بن أبي السرح بن الساعد اللي كتب تبارك الله أحسن الخالقين وأملاها في القرآن، ومن ثم ارتد عن الإسلام حتى فتح مكة، ورسول الإسلام أمر بقتله حتى ولو تعلق بأستار الكعبة. وهذا من الأشخاص اللي حطوا لكم آية قرآن، في القرآن بتقرأوها جهارا نهارا، اللي هي تبارك الله أحسن الخالقين، وهي شخص كتبها وحكى لو يا كان محمد بينزل عليه القرآن، لو هذا الكلام من وحي كمان أنا أوحي إلي. فهنا أخي عندنا شوف، إشكالية، عندنا هاي مو إشكاليات حجة، كبيرة. هاي مو حجة. شفت؟ شوف اسمع لي، بس اسمع لي. القرآن الموجود بين يديك هلا، تمام؟ اطلع فيه غلط، رب العالمين يتحداك وآتي بسورة مثله، يعني اطلع فيه غلط، ولو أوتي من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا تمام، كثيرا. يا أخي بدنا نطلع غلط. شنو على الغلط بدك اياه؟ بدك غلط علمي صح؟ اطلع لي غلط بالقرآن، يلا. طيب تمام، لما إلهك بيجي بيحكي لك عن السماء وبيحكي لك 7 سماوات انطباقا، يوم نطوي السماء كطي السجل على سبيل المثال، رفع السماء بلا عمد، مسك السماء أن تقع، كل هاي الآيات اللي قاعد الله بيشرح فيها عن السماء. هل في العلم أصلا في إشي اسمه سماء؟ في العلم ما في إشي اسمه سماء. يعني اللون الأزرق اللي أنت بتشوفه هو تسلط الضوء على الغلاف الجوي، أو انعكاس ضوء الشمس على الغلاف الجوي، لكن بالمفهوم العلمي الفيزيائي هو اسمه الفراغ الكوني. يعني نحن الآن نعيش في الفضاء، في الفراغ، نسبح في الفراغ، تحتينا هلا فراغ، اخي، حوالينا انت فراغ، تعرف، وفينا انت فراغ. تعرف، انت بس تعرف شو معنى ثواني سماء؟ ثواني يا بس ثواني يا هذا أكبر دليل على إنه الله اللي أنت بتآمن فيه ما بيعرف أبسط قوانين الكون. كمان شغلة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي أن الملائكة الشياطين كانت تقف على ظهور بعض حتى تصل إلى السماء عشان تسترق السمع من الله، فالله يمسك هاي الشهب ويرميها للشياطين عشان ايش؟ يعني نوع من الحمايه. وهذا اشي خاطئ جدا. يعني احنا بنعرف انه الشهب او امتنع، يعني خلص بما انه الوحي
بطل ينزل على محمد ويمنع عليه هاي الآيات، إذا انقطع الوحي، إذا مفعول الشهب لازم تنقطع. لكن احنا اليوم بنعرف مدارات هاي الشهب، بنعرف في اي وقت راح تنزل، وين بتنزل، وكيف بدها تتفتت في الغلاف الجوي، وبنعرف كل شيء، وهذا اكبر دليل على انه الله ما بيعرف شيء. يا لما أخي السماء بحكي، السماء يا السماء حبيبي لما الهك بيحكي ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، اي معتقد انه مليارات الكواكب اللي برضه احنا حاليا بنطلع رحل عليها بفكر انها هي زينة، زينة، فمش عارف يعني. تمام أخي، شوف، السماء باللغة العربية، السماء هو ليس جسم صلب مثل ما تفكر أنت. السماء هي كل ما علاك سماك، تمام، كل ما علاك سماك، هذا هو مفهوم السماء. طب شيل لي كل شيء على جنب، أنت ما تؤمن بوجود الله صح؟ بس كل معظمكم والله العظيم معظمين. ما تؤمن بوجود الله صح؟ طبعا شوف يا حبيبي، ها؟ انت المشكله انا ما بؤمن بوجود شيء غير موجود. تمام، انا بدي اوصل معك لنقطة. هلا انت متزوج، مع عندك اولاد؟ شو متزوج ما عندي اولاد؟ عندك اولاد؟ هلا انت اذا ما عندك لا اولاد لا اكيد عندك لا اخوات صغار لا صح؟ لا لا مش متجوز. المهم في طفل بالبيت صح؟ الا ما شفت طفل. المهم شو الغاية اللي بدك توصلني اياها الغاية الفكرة؟ هلا الطفل شايل كاسة او شيء مكسور، كسر الطفل، تمام، وسألت الطفل مين كسره، شو جواب الطفل عليك؟ شو شو جواب راح يقول الطفل؟ لك؟ راح يقول لك مو انا صح؟ راح يقول لك مو انا، بس ما راح يقول لك مو احد، طيب لانه في فاعل، في فاعل حبيبي. التنظيم الكوني وتنظيم الكواكب، طيب وهذا ماشي يا قطعا صديقي، ما قطعا هو انت حبيبي. شوف لحد شوف، الحين بس ثواني، انت مش فاهم. اول اشي السماء يا صديقي لما بحكي لك الله يمسك السماء، اذا يمسك مادة صلبة، السماء رفعها بلا مش عمد، شرط، اذا السماء مش شرط، مادة يسير صلبة. الريح، يا الريح صديقي مادة بس صلبة. رد علي، يوم يطوي السماء كطي السجل، اذا السماء مادة صلبة. تمام، عندك لما بيحكي لك إلهك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين حفظا من كل شيطان مارد. للشياطين. إذا انت عم هذه تحكي لي، شوف، يا صديقي هذا شوف، انت أكبر عم دليل. تحكي لي، عم تحكي لي، بس رد علي اسمعني، هذا يعني انت، أكبر دليل، أكبر دليل على أنه الإله ما بيعرف أي شيء في الكون نهائيا. ما بيعرف انه الشهب هاي بتصير بسبب عوامل جد كثير جدا، هي عوامل طبيعية بحتة، واحنا اليوم نقدر نحدد امتى الشهب راح تنزل، وين راح تروح، وكيف، ليش نزلت، وشو سبب نزول. اذا الله ما بيعرف. وكمان لو لقد زينا سماء الدنيا والنجوم، هذه النجوم يعني مثلا الشمس، انو اكبر، الارض ولا الشمس يا وليد جاسم؟ الشمس أكبر طبعا. طيب الشمس اكبر من الارض بمليون و300 كيلو متر مربع، يعني الارض هي مجرد ذره في نصف بطنها، ذره لا تذكر. القران بيحكي لك وجد الشمس تغرب في عين حمئه، انه الشمس هذه بتحمل حالها وبتروح بتنزل وين، في عين، في 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 طين سوداء، في عين حمئه، في طين سوداء يعني. فهل الشمس اصلا تغرب؟ احنا بنعرف انه دوران الارض حول الشمس يا هو اللي حبيبي، هذا تعبير مجازي، هذه لغة عربية أنت ما راح لا تفهمها إلا لا راح تفهم العربية. شفت أقول لك، لا طب هلا أنت اعتقاد ثواني ثواني المسلمين، أنت ثواني ثواني يا اعتقاد صديقي، المسلمين تفضل يعتقدون أن الأرض تفضل روح. مسطحة لا صح؟ لا 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 تفضل روح جيب لي من المفسرين، القرطبي، ابن كثير، الطبري، البغوي، الجلالين، السعدي، انه الشمس هذه ما بتغرب في عين حمئة. يا حبيبي هو عم يوصف حال ذو القرنين لما رأى الشمس نظريا، مثل ما بالقرآن مكتوب لا ينظرون إلى الأرض كيف سطحت، هي فعليا الأرض كروية، لأنه بسورة التكوير يعني ذكرها أنها كروية، بعدين قال أفلا ينظرون إلى الأرض كيف سطحت. يا أنت حبيبي يا حبيبي نظريا بحكي لك، كشخص عم بس تشوف الأرض ثواني، مسطحة. اول اشي لما انت بتيجي بتحكي انه نظر، لا القرآن بيعرف انه بيحكي لك انه الارض مسطحة، ما اتحداك تحدي قدام كل الموجودين اذا في آية قرآن طب واحد هذا يحكي بتحكي لك انه الارض مسطحة، كروي. والأرض بعد ذلك دحاها، الارض والشمس بعد كور. ذلك دحاها يا باللغة العربية، اي بسطها، اي مددها، مدد الارض، بسط الارض لا الدحي، الدحي باللغة يا العربية هو طب ثواني هو ثواني، الشكل روح الإهليجي جيب لنا يا البيضاوي. حبيبي، روح جيب لنا التفاسير شو معنى الدحاها، تفضل.
يا اخوي يعني ما رجعك تفاسير انت. شوف اذا باع يا انك حبيبي، ما باحث هو عن الحق، الاعجاز يا شوف صديق، شوف الاعجاز العلمي، الاعجاز العلمي لو في اعجاز لكان ابو بكر الصديق وكان عمر بن الخطاب وعثمان عملوا افخم الجامعات في السعوديه، وكان احنا اليوم بدل ما بنطوف حوالين الحجر بنطوف حوالين جامعات السعوديه وبنتعلم من السنه ومن القران عن الاعجاز، وان كان بنسبق العالم في اعجاز. يا حبيبي عندنا عجز عن يا المعرفه. اخوي انت تريد تشوف تشوف الاحضار الاوروبيه يعني يا حبيبي، يا لما كانوا صديقي المسلمين، انت لما تحكي كانوا المسلمين بالاندلس، لما كانوا المسلمين يا بالاندلس والحضاره صديقي، والرقي، اتفضل روح جيب لنا هذول شو كانوا معناه عاصمه التحالف. واحد. لو سمحت احنا قاعدين نحكي لكن دحاها بيني لكن هذا دحاها شوف شوف دحاها يعني كورها، اي دحاها من معنى الدحي، لما اتحداك اقول لك تحدي، اتحداك اتحداك تحدي قدام ابعد كل انا. مجلس. روح جيب لي من التفاسير شو يعني الدحاها، يلا طب جيب هلا لي من سؤال، التفسير. بالقرآن يقول والجبال ذات يا الأوتاد حبيبي صح؟ الوتد يا شو؟ حبيبي الجبال ما في شيء اسمه الجبال أوتاد، هذا كمان خطأ في القرآن. خطأ في القرآن؟ أي مو نعم العلم خطأ في أثبت القرآن. إنه جبل في جبل نفسه؟ الجبال ليست أوتاد، الجبال تتكون من باطن الأرض من البراكين من الانجراف القاري ومن عدة عوامل طبيعية هي اللي بتخلي الجبال تتكون، وليست أوتاد. والأوتاد القصد فيها إنه الأرض مسطحة خوف أن تميد بكم، وهذا أكبر دليل إنه لحد هسه أنت ما زلت مصر على إنه هذا القرآن بشر بتفسيرك أنت. القرآن يا أخي يا أخي يا أخي والله العظيم لو القرآن من بشر لكان رد عليه أبو جهل مو أنت، الرجل العربي يا القح حبيبي، ما كان ابو رد، جهل، كانوا ابو جهل، عاجزين ابو جهل يا عاجزين صديقي، يطلعون غلط احكي بالقرآن يا حبيبي. أخي شوف لك شوف احكي خلاص لك شو. الحديث خلاص الحديث، أنت ابو رجل جهل وابو ليس باحث لهب، عن الحق، بس إذا ابو أنك باحث جهل عن برضه الحق عم أنا أفسد محمد. يا أمرك. حبيبي ما هو انت مشكلتك، انت مشكلتك انك بتفترض افتراض وما عندكش علم، انت مش عارف انه ابو جهل وابو لهب والملأ طبقة قريش كانوا يردوا على محمد ولا ويتحدوه، كمان مش بس يردوا عليه ويتحدوه بشوف تحدي، التحدي يعني عندهم ذكاء أكثر منك، اعطيني عندهم التحدي يلا، ذكاء أكثر اعطيني منك. تحدي تحدوه وفازوا على النبي يلا، أنا يا حبيبي لما أصلا اعطيني طلبوه تحدي حكوا له، إذا الموضوع أنت بس ثواني بدي أحكي لك، لما طلبوا من محمد حكوا له يا محمد إذا أنت بتدعي حالك إنك أنت نبي وبتعرف إنه في الله، اتفضل عذبنا، اكتف علينا السماء، ايه نزل لنا قرآن نقرأ قرآن كتابا نقرأه، ايه يعني خلينا الجبال هذه مهد لنا الجبال، طب فجر لنا من الأرض ينبوعا، سوي فينا أي شيء، اثبت إنك أنت نبي محمد، عجز إنه هو يثبت إنه هو نبي، يا حبيبي وحكى ما أنا إلا رسول لا بشر، معناته محمد العاجز، معناته لا الناس كانوا أذكياء وكانوا عندهم قدرة فائقة تتفوق قدرة محمد، بحيث إنهم أصلا كانوا دائما وأبدا يحكوا على محمد ما هذه إلا أساطير الأولين، في 8 مرات ذكر الأساطير الأولين، يعني كل اللي بتحكي لنا إياه يا محمد هاي عبارة عن أساطير إحنا بنعرفها وإحنا درسناها وإحنا وعيناها، مثل النضر بن الحارث لما راح لمحمد وحكى يا أخي لمحمد شوف شوف أتحداك يا محمد إذا أنت نبي، شو حكى له؟ حكى له يا من هم أصحاب أهل الكهف وما هي الروح ومن ذو القرنين، محمد قال له بكرة راح أجي لك بالجواب. محمد قعد قديش؟ محمد قعد 15 يوم ما اجاش، وشو السبب ليش ما اجيتش يا محمد؟ لانه فقط نسي يقول ان شاء الله، او نسي كمان شغله انه في عنده كلب ميت عند الحسن والحسين فالملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ميت، يعني حجه هاي روايه ضعيفه، هاي روايه غير صحيحه حبيبي، روايه صحيحه نسي يقول ان شاء الله فقطعه الوحي تمام، فهذا يا دليل حبيبي دليل انه الكلام مو من عنده. يا حبيبي هذا اكبر دليل على ضعف القران، وليس على ان القران هذا من كلام الله، هذا ضعف وليس بحجه، انت المفروض حكيت غدا وبعدين تحكي نسيت تقول ان شاء الله، ها هو الله، الله المفروض يجي بر محمد، يجي يطلع محمد من المشكله، الله عجب باجوبه مبهمه، مين هم اهل الكهف؟ اهل الكهف عباره عن اسطوره موجوده عند المسيحيين واللي هي اسطوره افسس اللي ناموا في الكنيسه 360 يوم، وهم كانوا 6 لهم 8 ولا شيء، مين ذو القرنين اصلا؟ ذو القرنين ما حداش بيعرفه لانها كمان هي اسطوره، بعدين شو الشمس تغرب في عين حمئه؟ فيش الشمس ما بتغرب في عين حمئه، لما عندك في القران يا صديقي لما عندك في القران الشمس تجري الى مستقر لها، شو يعني تجري الى مستقر لها؟ اي الشمس تحمل حالها وتذهب تسجد تحت عرش الرحمن، فيؤمر لها ان تخرج فتخرج، ويؤمر لها ان تجلس فتجلس، طيب هذه الشمس شو كمان تعترض على كلام الله وتحكي لها الله يا الله امرني ان اخرج فمسيري طويل، يعني الشمس كمان بتحكي، بدنا نعرف شو اللغه اللي بتحكي فيها الشمس،
يعني المعنى بدأ بدال ما ظلنا نشرح على 30 فكرة ألف سنة. روايتك كلها ضعيفة ترى وغير صحيحة عن يا النبي صلى الله عليه حبيبي وسلم، شو أنت عدم والله المؤاخذة، غير صحيحة. يعني أنت عدم المؤاخذة، بس سؤال بدي أسألك سؤال، أنت يعني دارس شريعة كل شوي بتحكي لي ضعيفة وهذا. طبعا ايه الحمد لله، اذا ماني دارس شريعة انا زي مسلم، كم وطبعا جزء في ماني القرآن عالم، طيب؟ انا ماني طب كم عالم عن جزء في التربية القرآن؟ الفلسطينية. كم جزء في القرآن؟ حبيب 63 جزء ولا ايش حبيب حبيب، بس ثواني، كم جزء في القرآن؟ كم جزء في القرآن؟ لون كم جزء في القرآن؟ 30 جزء. اخوي اخوي سلام عليكم. يعني 30 لانه شاف يونس استهبل هذا. السلام عليكم. خلينا ناخذ، اهلا يا وليد، فكر في موضوعك ونرجع لك يا بعدين. حبيبي والله والله انتم قلوبكم قفلت تمام. وانت خلينا بس دقيقة قبلك ناخذ أوكسانا، لأن أوكسانا كانت قبلك يا صديقنا. أوكسانا تفضلي. أول شيء سعد لي صباحكم، أنا بدي أعطيكم بس شغلة بسيطة، أنا تجربتي الشخصية اللي جربتها. طبعا ما أنا أخذ شيء بتعرفوا، أخذت حباي وأخذت شيء يعني مكيفات. والله إجى على بالي الموت تبعي، إجى على بالي أحضر قرآن وما قرآن وقصص الأنبياء وهي القصص، حطيتها فصار في شعور. قمت صليت، قمت بدي صلي صرت ابكي. اكتشفت شيء، السوشيال ميديا والاعلام الاسلامي اقوى من اعلامنا بمليون مره. يعني المسلمين قناه الجزيره، القنوات العربيه، قنوات دينيه. انا ما بحكي على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، اليوتيوب ما اثر، اليوتيوب فضح الاسلام. بس اطلعت قلت ما في ولا قناه الحاديه. فانا اللي راح اعمله بدي اشوف اذا هالقناه اذا في الاقي داعمين، في عندي داعمين طبعا، بدي افتح قناه الحاديه باوروبا واخصصها للعرب. و يعني كذب وهبد بالقنوات الاسلاميه، بيستعملوا الموسيقى، بتعرفوا موسيقى ال 11 هدول جماعه الرايات السود لما يقعد هيك. يا زلمه قال علي بن ابي طالب شال باب خيبر بايد واحده هيك، قال اجوا 10 رجال ليحملوه ما قدروا. فانا عم اقول الاعلام عم يعمل عمليه غسل دماغ. الطفل بيولد من بطن امه بشوف العالم عم تطوبز مؤخرته للسماء ووجهه للارض، بتساله شو عم بيقولوا بيصلوا. انت طفل بيعلموك الصلاه، بيضربوك عليها على 10، صار عمرك 10 لازم تصلي، فيك الساعه 5 الصبح قوم صلي. غسيل دماغ والشكر لليوتيوب اللي وعانا، لولا اليوتيوب لحد الان انا مسلمه كنت. انا كنت مصدقه وما اطلع قنوات الالحاد، مع انه شوف قنوات الالحاد يقول هدول ناس مصاريع، هدول ناس مجانين، ناس مهابيل لازم نقتل. فهذا المسلم ما فيك تحكيه بلغه هو معتقد 100% انه صح، وانت شيطان، انت كافر، انت شيء سيء، ما بينظر لك كانسان. هدول المسلمين عم ينظروا لنا الملحدين نحن نكره، نحن لازم قتلنا. النقاش معنا عار لما يناقشوك، بيناقشك من فوقيه انه هو افهم منك اعلم منك، وانت ما بتفهم، سوري من هالكلمة، انه انت حمار، انه انت ما فيك تناقشه. هاي الفوقية عند المسلم وانتم الاعلون، العنصرية الفوقية. المسلم فكر حاله اذكى انسان، اقوى انسان، انظف انسان، اذكى انسان، فكيف بدك تناقشه؟ ما رح توصل لنتيجة ولا معه لما انسان عم يحكيك بهالطريقة. واكبر مثل لضيوفك الكرام اللي عم بتطلعهم، يعني معتقدين انه انت ما بتفهم، عم يلعبوا بياكلوا بعقلك حلاوه. وشكرا على المداخله. انا بس بدي اقول كلمه اخيره، بدي انا اسعى لافتح قناه تلفزيونيه، طبعا مو يوتيوب، عندي يوتيوب انا، قناه يوتيوب، بدي افتح قناه تلفزيونيه وتكون اختصاصها الحاديات. شكرا. يا اهلا المسلم، تفضل يا افتح المايك. مرحبا. يا هلا مرحبا يا اخي. اسمع، اول شيء الله يعينكم، بس بديش احكي غير هيك، يعني هاي التوجيه بشكل شخصي، بس بدي اياك تجاوبني على هذا السؤال. طيب في سؤال على عدم المؤاخذة، في سؤال يعني الواحد بينبر صوته وهو بيحكي، في سؤال حاطه ممكن بشكلكم بتشوفوه. انا يا اخي مش متفقه في الدين ولا دارس الشريعة، بس كل شعرة بجسمي وبراسي الحمد لله مآمنة بالله وبكتاب الله وبرسله. حتى شعرتك مآمنة بالله، جاوبني حتى شعرتك مآمنة، شعر اباطك مآمنة بالله. جاوبني على سؤالي وانا طب رد علي، شعر اباطك مآمنة بالله.
الحمد لله رب العالمين. انا بني ادم توجه السؤال بسؤال. انا بني ادم مش متفقه، قلت لك مش دارس الشريعه، بس الحمد لله مآمن قلبا وقالبا. جاوبني على هذا السؤال وانا اشو بدك على راسك. في ضوء الفكر الالحادي من يمنعني من ان اسرق حج؟ رجاء أن لا تقل لي القانون فانا لا اؤمن به. طيب انا خلص. بني ادم بحب اسرق، مين دي؟ طيب ماشي روح اسرق. طيب فيش حدا بيمنعك روح اسرق، فيش حدا بيمنعك روح اسرق. وياك انت قاعد تهرب من السؤال يا صديقي. ما بحكي لك فيش، لا انا بمنعك ولا الله تاعك بيمنعك ولا قرانك بيمنعك ولا حدا في وجه الارض كلها بيمنعك انك انت تروح تسرق. تفضل روح دور على سوبر ماركت على بنك على اي شيء روح أسرق. انا بحرضك على السرقه روح اسرق. طب والقانون خلص معناته انت انت معناته هاي في عندك رادع القانون ممتاز. فاذا انت يا صديقي الان اصبحت ترجع لقانون القانون هذا، هل القانون القران ولا قانون الوضعي؟ انت بالقران مسموح بس ثواني انت بالقران بس رد علي انت بس ثواني ثواني انت انت بالقران مسموح لك انك انت تروح تغتصب اراضي الغير، تسرق اراضي الغير، تسبي نساء الغير. لحظه عندي سؤال عربي اسمح لي، بس عربي اسمح لي سؤال الاخ المسلم بيسالك سؤال. في مسلمين بيسرقوا بيزنوا بيعملوا السبعة وزمتها، ليش القرآن دينهم هسه؟ خلوني أكمل خلوني أكمل. لا بس أسألك سؤال، في مسلمين بيسرقوا، هلا بتقلي ما في مسلم بيسرق؟ كل المسلمين فيه. ما بيسرقوا ما بيزنوا، أنتوا أكتر ناس بتشرب على فكرة، أنتوا المسلمين أكتر ناس بتشرب وأكتر ناس بتزني، وعلى فكرة أنا أكتر زبايني مسلمين. أنا بدي أكمل سؤالي. طب أنا مثلا لا أؤمن بالخالق الذي خلقني، فكيف بدي أؤمن بالقانون واحد أنت واحد حط لي إياه؟ هي ما انت قلت له، ما انت انت قلت له يعني انا قاعد بمشي معاه. ماشي ماشي تمام. اول شيء بس انا عشان بديش اطول، لا انا بدي اسكر. اول شيء انت بتفترض انه هناك في خالق، هذا افتراض منك. ليش؟ لانك انت اول شيء لازم تبني افتراضك انه كيف في خالق اصلا. في عندك 5000 خالق، 5000 خالق موجودين ومعترف بهم، وكل واحد بيحكي أنا الخالق هو اللي خلقني. المسيح بيحكي لك هو أنا اللي خلقت البشر، يهوى بيحكي لك أنا اللي خلقت البشر، إله الهندوس كريشنا بيحكي لك أنا اللي خلقت البشر، البوذيين بوذا بيحكي لك أنا اللي أوجدت البشر. فكل كل متبع لدين يقول أن دينه الحق وإلهه هو الحق وخالقه هو الحق. إلهك مجرد خرافة للصيني للياباني للهندي. يعني انت بتفترض افتراض وليس حقيقه. يعني لو بدك تروح تحكي الله تحملها تحكي للفلسطيني الله هو اللي خلقك، بده يفرط عليك من الضحك وبدك سنه وانت تعلم اصلا يحكي الله. هذه الله يا حبيبي بينك وبين اخوتك بتحكيها، ما لها هي الله. شيء الله عباره عن اللات. مين هو اللات؟ اللات هو الصنم القريشي الاكبر اللي كان موجود عند القرشيين وكان بقدروه ببجلوه، بس اللي انشال اللغويين شالوا حرف التاء وحطوا حرف الهاء فصارت الله. انت عبارة عن لليوم بتعبد صنم، الصنم هذا هو الكعبة. الكعبة هذه عبارة عن صنم حجر لا بتضر ولا بتنفع. والكعبة اللي بتعتبرها بيت الله كمان على جانبها غاد بعيد عنها شوي في بيت الشيطان، يعني بيت الله وبيت الشيطان جيران لبعض. فانت بتفترض افتراض يا صديقي. بدنا نعتبر انك تحكي صح. ظهور الوجود من اللا وجود، والزمان واللا زمان، والمكان واللا مكان. انت هذا اللي بتآمن فيه؟ ما فيش ظهور الوجود. هو يا حبيبي احنا انا في اشي اسمه المادة، المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، فقط تتغير من شكل الى اخر. يعني المادة بتصبح طاقة والطاقة بتصبح مادة. كيف انتقلت المادة الميتة الى خلايا حية؟ هذه ما بتنت... اي هذه ك... هذه هذه هي اللي اعطتك الحياة. يعني جسمك اليوم انت مثلا مين اعطاك اياها؟ يا صديقي افهم. ممكن مداخلة بس على الجواء على السؤال هذا؟ ترى عادي ان الجواب يكون ما نعرف. ترى مو لازم نعرف كل شيء، احنا قاعدين نتعلم ونتامل ومشاركين مع بعض كناس. انت اختصرت يعني عليه ولا عمرك راح تعرف لو تضلك 200 سنه. لا بس انك انت تدعي شيء من وانت راح توصل لمرحله، راح توصل لمرحله اللي يلموك على الارض، اللي يلموك من الارض بالشبختل. بتعرف شو يعني الشبختل؟
والله هذا ما ينفع جل... يا حبيبي يا حبيبي، لأنك أنت عايش في خوف وفي رعب، لأنك أنت انولدت في بيئة مسلمة، شربوك الثقافة الإسلامية، عودوك على القرآن، ما شربوني شيء، ما شربوني شيء، كل شيء قدامك واقع. لا كله بالتلقيم وكله مسحة دماغ. أنتوا زومبي، أنتوا مو بني آدمين، أنتوا زومبي، أنتوا أنتوا خليتوا زومبي، ما بتع... ما بتفكروا ماشي ليه؟ هو خايف، هو مفكر انه الله راح يعذبه، الله راح يشويه، والملائكه راح تنزل عليه في القبر تساله من ربك، من دينك، من الهك، والله راح يجي يمتن. رد 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 معلومه. لا على فكره بشاره حلوه للمسلمين، الشجاع الاقرع ما راح يجيك اقرع، لانه راح تركيا زرع شعر وصار عنده شعر الشجاع الاقرع. بدي احكي لك، بدي احكي لك، انا زمان وعيت وعيت بالمساجد كنت اسمع انه اللي بصليش على النار هذا غلط في اللي كانوا يعطونا. ليه ما كانوا يحكوا لنا اذا ما صليت ما راح تروح على الجنه، ما راح تفوت الجنه، بس هم كانوا يجيبوا الصيغه مختلفه. انت يا لعلمك انت عارف شو يعني المعتقدات خاطئه. يا 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 حبيبي تحكي لك شغله، الانسان الانسان اللي بتكاسل عن الصلاه يستتاب، وان لم يتب فيقتل. انت عندك كل شيء قاتل في الاسلام، في شيء شيء هي كل إشي قاتل. بعدين انت شو بتعرف عن الصلاة؟ كيف فرض الصلاة؟ السلام من سلم القلب، من سلم من الناس يا المسلمين هدول كلهم عن نار، لأنه أي إنسان الصلاة هي الخضوع للإسلام على وجه الترهيب والترغيب، يعني لازم تكون خاضع بالإسلام، إما بالكلام وإما بالتيف، يعني تيف ينطر وقرآن يهدي. التيف هو اللي كان هو اللي نصر المسلمين في بقاع الأرض، والقرآن حمال أوجه، مثل ما كان مثل ما حكى علي ابن أبي طالب، القرآن هذا هو عبارة عن حمال أوجه، يعني يحمل يحمل النار ويحمل الحب. عمر أنا بدي أقول لك شيء، بتعرف أنت أنت مستحيل تفوت على الجنة، لأنك إذا ما فكرت بالجهاد والقتال انت بتفوت على شعبه من شعب النفاق. انت منافق. لا لا لا. انت لا، هي هي سأل، انت فكرت بالجهاد او ما جاهدت انت منافق. انت حافظين حافظين مش فاهمين، حافظين لا حافظين. لا حبيبي ليش انتوا المسلمين بتعتبرونا ما بنفهم؟ ليش بتناقشونا؟ طيب انا عندي سؤال ابغى افهم طيب من اخونا المسلم بخصوص الروح. في القرآن في فكرة نفخ الروح موجودة مرتين، مرة طبعا آدم نفخنا فيه الروح، والثانية اللي هي في سورة التحريم عن مريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. طيب فهي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، مو فيها، فيه يعني في الفرج، من روحنا. طيب فنفخ في فرجها من روح الله. السؤال الحين آدم وين نفخ الروح فيه؟ يعني طيزه ولا بفمه ولا وين يعني؟ شوف هذا ليش ينفخ بفرجها يعني؟ أنا ماني فاهم يعني، كذا يعطيها نفخة ولا إيش يعني؟ إيش صاير؟ افهم علي. شوف أنا بني آدم مش دارس شريعة، أنا بني آدم مش متفقه في الدين للأسف، كل دقيقة بتمر من عمر البني آدم ما بفهم فيها بالحياة.